ينضم إلينا من بيروت السيد اسكندر خشاشو، كاتب والباحث السياسي. سيد اسكندر، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن اليوم هذا التصعيد في بيروت، يعني الوصول إلى العاصمة بيروت ومار الياس تحديدا اليوم، كيف نقرأه؟ هل هو تصعيد أكثر لعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أم هو ضغط على لبنان للقبول بالورقة الأمريكية؟ مساء الخير. برأيي أنا الشخصي هو الاحتمال الثاني، هو ضغط بالعسكر وبالقذائف وبالقصف للوصول إلى تسوية سياسية. نلاحظ في الأيام الأخيرة بدأ الجيش الإسرائيلي بتصعيد عملياته في كل المناطق، إن كان في الجنوب عبر التقدم في البر أو عبر قصف بيروت لفترات متتابعة، تشهد الضاحية الجنوبية كل يوم تقريبا أكثر من 15 غارة بالمبدأ. واليوم يوسع استهدافاته نحو العاصمة، نحو قلب العاصمة بيروت. وهذا كله يقرأ في إطار واحد، وهو الضغط تحت للوصول إلى تسوية تحت النار، وهذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر هذه العمليات. نعم، إذا ما تحدثنا أيضا عن ما يقوم به سواء كان في الجنوب وعدم قدرته على السيطرة على جنوب لبنان ودخوله إلى العاصمة بيروت، إذا كيف من الممكن أن نقيم اليوم الوضع، وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان؟ هو حاول في أكثر من مدينة في الجنوب والآن يصل إلى العاصمة بيروت، ولكن على الرغم من كل ذلك هي غارات للاحتلال وليس توغل بري كما كان مخططا له. في الحقيقة هو لم يدع يوما هدفا العاصمة بيروت، أقله في المعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. إنما بالنسبة للتوغل البري، نعم هناك عوائق كبيرة، هناك مقاومة شرسة وشرسة جدا تواجه حركته في البر. مر تقريبا شهرين وهو لم يستطع التقدم سوى بضع كيلومترات على الشريط الحدودي، إنما يقوم بهذه العمليات هذه المرة بطريقة مختلفة، بهدف التدمير، بهدف نقول الاقتصاص من كل شيء. هو يدمر القرى، يدمر البنى التحتية، لا يترك شيئا وراه. وهو يمكن قراءة هذا المشهد أنه وفق ما قد قدمه سابقا بإنشاء نوع من الشريط العازل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عبر كل يوم يتحدث بعرض معين، يوم يقول 3 كيلومتر، يوم يقول 5، يوم يقول كيلومترين. بغض النظر، هو يحاول إنشاء هذا الشريط بهدف حماية نفسه. إنما إذا نظرنا بالمفهوم العسكري، لو استطاع القيام بهذا الشريط ولو استطاع تدمير هذه القرى وإنشاء نومان لاندز، لن يستطيع إيقاف الصواريخ. فالصواريخ تنطلق من العمق اللبناني، تنطلق من بعلبك، تنطلق من محافظات أخرى وتصل وتصيب. فهذا الأمر بالمعنى العسكري الدقيق لا يمكن أن يحقق أمان لشمال فلسطين المحتلة. نعم، يعني لحد الساعة لا يمكن القول أنه حقق ما يريد أن ينفذه بالنسبة للتوغل البري في جنوب لبنان.